بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في السيشن الثالثة من Autodesk Inventor 2012. النهاردة إن شاء الله هنكمل اللي احنا ابتديناه المحاضرة اللي فاتت. احنا ابتدينا فتحنا السكتش اللي جوه البورت، وبدأنا إن احنا نفهم بدايات الكونسترين، يعني ايه كونسترين. النهاردة إن شاء الله بالتفصيل هندخل ايه هي Drawing Tools، ايه هي Modifications Tools، وايه هي الكونسترينز. احنا طبعا اتفقنا ان احنا اول ما نبتدي في الانفنتور بنبتدي بنيو، وبنختار من النظام المتريك. لو احنا طبعا عايزين نرسم بالمليمتر هنختار ستاندرد مليمتر ونقول له اوكي. وزي ما اتفقنا دي الانفايرمنت بتاعت السكتش، دي الجراد اللي عندنا. اللي احنا هنبتدي نعمله ايه النهارده؟ احنا عشان نبتدي نتعلم اوامر الرسم ونتعلم كونسترينز هنبتدي نرسم الرسمة دي. الرسمة دي عبارة عن ايه؟ طبعا دي الرسمة دي من غير مقاسات، الرسمة دي بعد المقاسات. معتمدة على ايه الرسمة دي؟ لو انا بصيت هلاقي ان الموضوع عبارة عن دوائر وخطوط، واللي عارف طبعا اوتوكاد هيبقى فاهم ان عشان الكيرف ده يتعمل يا انا بعمله بامر ارك، يا انا الاسهل لي طبعا ان انا بعمله بدايرة وبعمل الامر اللي اسمه ترم. الكلام ده طبعا ان شاء الله هنبتدي ايه نتكلم فيه النهارده. طيب انا عايزه ابتدي ارسم، فانا لو ابتديت افكر كده في الايه في الاستراتيجي اللي احنا هنشتغل بيها عشان الرسمه دي تتعمل، هبتدي اقول مثلا انا ممكن ابتدي ارسم الدايره اللي هنا، وارسم الدايره اللي هنا، وارسم الدايره اللي هنا، وارسم الدوائر اللي مشتركين مع الدوائر الثلاثه دول في نفس الايه المركز، وبعد كده ارسم الدايره اللي هنا، ارسم الدايره اللي هنا، ارسم الخطين دول، واعمل ترم للزيادات، اوصل في الاخر للرسمه اللي عندي. اول حاجه انا عايز اعرف اللاين يترسم ازاي والدايره تترسم ازاي. ابتدي باللاين. امر لاين موجود عندنا في التاب الخاصه بالسكتش، عندي امر لاين هنا. اول ما ادخل في امر لاين، وبما ان انا عامله حسابي ان الديفولت بتاعي هو ان انا بشتغل بالاوتوكاد ريليتد اوبشنز، وطبعا بما ان انا عملت كده اللي ظاهر لي جنب الماوس ده هو الدايناميك انبوت اللي بيبتدي يتكلم معايا في خطوات الامر، وفي نفس الوقت يبين لي الكوردينيتس للنقطه اللي انا بتحرك بيها دلوقتي جوه الشاشه. الطرق اللي بنشتغل بيها في اللاين هي ان انا ممكن اكون عايزه ارسم خط افقي، ممكن اكون عايزه ارسم خط راسي، ممكن اكون عايزه ارسم خط مايل. وفي الاحوال بتاعه الثلاث خطوط دي انا ممكن اكون عايز ارسم الخط الافقي او الراسي بطول او من غير طول، ممكن اكون عايز ارسم الخط المايل ببعد على الاكس، بعد على الواي، او بطول وزاويه، حاجه زي كده هنعملها ازاي. اول ما ابتدي امر لاين، الناس اللي عارفه اوتوكاد هتقولي طبعا لو انا عايزه ارسمه افقي او راسي، لو في الاوتوكاد ابسط حاجه ان انا هضغط على الباتن الخاص بأورثو، فمعنى الاورثوجرافيك ان الخط بتاعي يبقى افقي او راسي. انا عندي هنا جوه الانفنتور الموضوع مش ماشي كده. احنا اتفقنا ان احنا عندنا حاجه اسمها كونسترينز، والكونسترينز دي بتخليني احدد رولز تمشي عليها الاوبجكتس. الرولز دي يا رولز جيومتريك يا رولز دايمنشن. من الرولز الجيومتريك واللي انا هاخد بالي منه دلوقتي، جيت حطيت اول نقطه على اللاين وبدات اتحرك كده، شايفين العلامه اللي ظاهره لنا؟ اللي ظاهر عندي ده دلوقتي اللي هي العلامه الافقيه دي، دي احنا بنسميها اوتوماتيك كونسترين. يعني ايه اوتوماتيك كونسترين؟ يعني انا دلوقتي عايز ارسم افقي، فهو في البرنامج عامل لي افيلابيلتي ان انا والله عايز ترسم افقي، انا هديك علامه الافقي، فلو انت عايز افقي يبقى استنى ما العلامه تظهر لك وبعدين تحط النقطه الثانيه من الخط. طب لو انا ما رسمتش الخط افقي، لو جيت رسمته راسي يروح قايل لي لا، لو رسمناه راسي يبقى هتبان لنا العلامه اللي ظاهره قدامنا دي اللي معناها ان الخط بتاعنا فيرتيكال. طيب انا رسمت افقي او رسمت راسي وبعدين جيت ارسم الخط الثاني في الرسمه، طالما رسمت اول خط عندك في الرسمه افقي او راسي، فاذا الخط الثاني هيبان لك عمودي. يعني ما اجيش اقول ايه طب هو ليه الخط ده مش باين فيه علامه الراس اللي كانت باينه من شويه. لو انتوا خدتوا بالكم ما رسمت الخط الافقي وحبيت ارسم لكم الخط الراسي، عملت ايه؟ مسحت الافقي عشان يبان لي بس علامه الايه؟ الفيرتيكال وعلامه الهوريزونتال لوحدها، انما طالما في خط اترسم عندي في السكتش
بعد كده اي خط تاني هيبقى عمودي. طب انا حتى الان برسم الخطوط دي من غير ايه؟ من غير اطوال. طب احنا عايزين نرسمها بقى باطوال. اوكي، حط اول نقطه. شايفين الهايلايت اللي باين على المقاس ده؟ ده طول الخط اللي مطلوب منك. هتعمل ايه؟ هتقول ان انت عايز الطول ده مثلا 30. انتر. ايه اللي ظهر لنا ده؟ ده الدايمنشنال كونسترين. يعني مش بس الخط ده طوله 30، لا الخط ده مش مسموح له يبقى غير 30. طيب راسي 15، يروح كاتب لك ان هو ايه 15. طيب امشي افقي تاني 5. اوكي 5. طب ينفع اعمل الخط باكس وواي او بطوله زاويه؟ طيب ادي الخط المايل. عندك تو اوبشنز، يا تتحرك كده في الشاشه اديله ميل زي ما انا شايفه خلاص، واديله طول زي ما انا شايفه خلاص، واعمل كليك. ده مشابه لان انا بالظبط كده اجي اعمل لك ايه؟ ادي خط افقي اي طول، وادي خط راسي اي طول، وادي خط مايل باي طول واي ميل او اي اكس واي واي. طب هو انا ممكن بعد كده زي ما انا الخمسه وال15 وال30 دول اتعملوا، ممكن الخطوط اللي اتعملت من غير مقاسات دي احط لها مقاسات؟ طبعا. علامه الدايمنشن اللي عندنا هنا بتدينا كل انواع الدايمنشن. يعني لو انا عملت كليك على الخط الافقي يقول لي ان الطول ده 30. اوكي صح، ده 15 مظبوط، ده 5 تمام، ده روح يمين كده ايوه الطول كده 18 ماشي انا موافقه. كليك تاني على نفس الخط بس انزل لتحت تمام 22 اوكي انا موافقه. ولا اقول لك الخط ده لا طوله مش 21، طب ما هو عمل لك هايلايت اهو، اكتب هنا 18. طب كليك هنا، لا ده طوله مش 20، ده انا عايز طوله 15. اكتب 15؟ ممكن طبعا اكتب 15. ممكن اعمل حاجه ثانيه على فكره، ممكن اقول له ان انا بص هعمل ايه؟ هتحرك بالماوس هشاور على الطول ده، فيعمل ايه؟ يبتدي يعمل ريليشن بين الدايمنشن اللي هو سماها دي 9، وهنعرف ايه دي 9 ودي 4 ده. عمل ريليشن ما بين الطول ده وما بين الطول ده ان الاثنين بقوا ايه متساويين، عشان كده هتلاقيه هنا كتب لك ان هو في ايه؟ في فانكشن هو عملها خلى الطول ده يساوي الطول ده. طيب لو انا عندي الخط ده كده وعندي خط هنا كده افقي وعايز اجيب طوله زاويه، اوكي كليك هنا. ممكن تجيب طبعا خط طوله على الافقي او على الراسي، انما لو انت عملت كليك في حته فاضيه يجيب لك الطول كمان على ايه؟ على المين. اعمل كليك هنا وقول له ان انت عايز الطول مثلا 25. طب الزاويه هعمل كليك على اول خط واعمل كليك على ثاني خط يقول لي ان الزاويه 45. ممكن اقول له لا مش عايزاها 45، عايزاها مثلا 35. خلاص يبقى اذا انا عندي هنا فلكسبيليتي اعلى في موضوع الدايمنشن. يعني انا مش لازم اكتب الحاجه من اولها الدايمنشن بتاعتها صح، يعني انا ممكن ارسمها وبعد كده احط الدايمنشن عليها. دي نقطه. النقطه الثانيه زي ما احنا واخدين بالنا، انا لما باجي احط المقاسات هي طريقه واحده اللي هي الدايمنشن، ايكون واحده بس اللي بشتغل بيها، وعلى حسب طريقه الكلاك اللي انا بعملها. يعني بعمل كليك واطلع لفوق فيبقى الخط الافقي يبان طوله، كليك واروح يمين او شمال فالخط الراسي يبان طوله، كليك على الخط المايل اطلع لفوق يجيب لي الهوريزونتال، وبعدين اروح مثلا يمين وشمال يجيب لي الفيرتيكال، وبعد كده اجي اعمل كليك في حته فاضيه يجيب لي الطول على المايل، اعمل كليك على خطين يجيب لي الزاويه ما بينهم، وهكذا. طيب انا مش عايزه كده، هو ما ينفعش ان وانا برسم الخطوط المايله زي ما انا حطيت للافقي والراسي مقاسات الخطوط المايله كمان تحط لها مقاسات؟ ممكن. لو انا جيت عملت كليك هنا هلاقي فيها هايلايت على المقاس، هقول له ان انا عايز المقاس ده 30. طيب ما هو كاتب لي الديجري في الجنب، ينفع ان انا اعدل في الديجري؟ طبعا، جاست ان انا هعمل تاب يبتدي ينقل لي على الديجري، فاقول له ان انا عايز الديجري دي 35. انتر. عمل لي الطول وعمل لي المقاس. نيجي بقى للدايره. الدايره عندنا ليها هنا طريقتين، سنتر بوينت وتانجنت. طب عايزين نفتكر هو في الاوتوكاد الدايره كان ليها كام طريقه؟ لو انا افتكر كده انت كنت بتشتغل الدايره بسنتر، دي طريقه.
وساعتها يطلب منك radius او diameter، او ترسم الدايره ببوينتس عليها فيقول لك اه عندي طريقتين 2 بوينتس و 3 بوينتس، او يقول لك انا عندي الدايره بطريقه التانجنت فعندي تانجنت تانجنت radius او عندي تانجنت تانجنت تانجنت. هنا الموضوع مش بالظبط كده. تعالوا نبتدي باول طريقه اللي هي السنتر بوينت. طيب ما السنتر بوينت دي زي طريقه سنتر radius سنتر diameter. اه بالظبط كده. يعني انا هبتدي من اي نقطه؟ ايوه ادي السنتر. فين بقى ان هو بيسالني على الراديوس ده؟ هو هنا بيسالني على ايه؟ على الدايمتر. طب هقول له الدايمتر 20. جيت في الدايره اللي بعدها ادي كليك، طبعا هو ستيل جوه الامر لاني ما عملش اسكيب. كليك، انا مش عايزاه بقى دايمتر، انا عايزاه راديوس. خلاص اعمل رايت كليك وقول له ان انت عايز ايه بقى المره دي. اه ده انا المره دي مش هشتغل بدايمتر، ده انا المره دي هشتغل براديوس، وهقول له راديوس كام؟ انا عايز الراديوس مثلا 6.25. طب الدايره اللي بعدها، اه ده الدايره اللي بعدها لسه اريا راديوس. طب لو عملت رايت كليك وقلت له دايمتر، اه تقرا دايمتر 3 مثلا. طب كليك تاني، ايه ده؟ دي اريا دايمتر. حلو قوي. يبقى اذا انت بتعمل سويتشنج ما بين ان انت بتدخل الداتا بتاعتك راديوس او دايمتر عن طريق رايت كليك، بتختار ان انت عايز راديوس او رايت كليك ان انت عايز دايمتر، وبيفضل الامر معلق معاك على اخر طريقه انت اشتغلت بيها لحد ما انت تعمل رايت كليك وايه وضايع. يعني بان انا كده شغاله دايمتر، يبقى الدايره اللي بعدها تبقى ايه؟ دايمتر برضه. تمام. طب لو انا رسمت دايره من غير ابعاد ينفع احط عليها مقاس؟ اه طبعا عادي. هات الدايمنشن، اعمل كليك، ده جايب لي دايمتر. اه الديفولت في المقاس طالما الدايره كامله ان هو بيحط لك دايمتر، وانت ممكن تحط المقاس اللي انت عايزه. طب لو انا عندي دايره بس انا عايز اكتب عليها بالدايمنشن الراديوس، اعمل رايت كليك واختار راديوس، وبعدين اعمل كليك عشان يبتدي يسالك الرقم اللي انت عايزه ده صح ولا لا، فاقول له انا عايزاه 8. اوكي. لو احنا بصينا هنا، انا هبتدي ارسم الدايره دي زي ما احنا شايفين قطرها 8، الدايره دي قطرها 5، دي قطرها 5 زيها، في هنا خط وفي هنا خط مماس. طيب تعالوا نبتدي في الرسمه، احنا للاسف مش هنقدر نكملها لاخر المحاضره دي، بس هنبتدي فيها على الاقل نحط الثلاث دوائر الاساسيه ونحط المسافات ما بينهم ونعمل الريليشنز. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ان انا ارسم اول دايره عندي، فبعمل كليك وهو هنا طالب مني الدايمتر وانا فعلا عايز الدايمتر، فبقول له 8 وانتر. ادي اول دايره. الدايره اللي تحت القطر بتاعها 5 والمسافه بين الدايرتين 15 والاثنين على خط راسي واحد. اوكي. تعالى هنا حط لي دايره هي كده على خط راسي واحد عشان على نفس النقطه، هنشوف قطر 5. اوكي قطر 5. اه كويس قوي، ده الاثنين على خط واحد اهو. لا مش شرط على فكره، مش معنى انت شايفهم ان هم ملتزمين ان هم يبقوا على خط واحد، هم دلوقتي على خط واحد. حرك كده، امسكها من المركز. اه بتتحرك معاك ليه؟ لان جاست انها يعني هي باينه لي ان هم على خط واحد، ده مش الزام ليها انها على خط واحد. امال ازاي الزامهم ان هم على خط واحد؟ مش دي علامه الفيرتيكال؟ بالظبط. قول له ان انت عايز المركز ده على نفس الخط الراسي مع المركز ده. مين قال ان ده راسي؟ اكيد ده راسي. اشمعنى؟ عشان ده المحور واي. طب المسافه بينهم كام؟ المسافه بين المركز والمركز 15. طيب في بعد كده عندي دايره هنا قطرها 5، المسافه بينها وبين الدايره اللي فوق كده 10 وكده 8. اوكي يلا بينا. هرسم هنا دايره قطرها 5، لو مش عايز تكتب وعايز تعمل كليك وبعدين تيجي تحط المقاس فيقول لك كام، فتقول له زي ده صح برضو. عايزين نحرك المقاس شويه عشان نبقى شايفينه، نيجي من عند الرقم وايه ونشده. تمام جدا. طيب الدايمنشن ما بين المركز وما بين المركز كده 10. تمام. وما بين المركز والمركز كده. تمام. احنا هنقف لحد هنا النهارده. بامر الله المره الجايه هنبتدي ان احنا نكمل السكتش اللي قدامنا ده لحد ما نوصل في الاخر للصوره النهائيه دي. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.